بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 11 بعد 200. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. يتابع الشيخ رحمه الله رده على الذين يقولون بوجود المجاز في القرآن الكريم، فيقول: ومن الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز في القرآن قوله تعالى: واسأل القرية. قالوا: المراد به أهلها، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة. فقيل لهم: لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب وأمثال هذه الأمور التي فيها الحال والمحال، كلاهما داخل في الاسم. ثم قد يعود الحكم على الحال وهو المكان وهو السكان، قد يعود الحكم على الحال وهم السكان، وتارة على المحل وهو المكان. وكذلك في النهر يقال: حفرت النهر وهو المحل، وجرى النهر وهو الماء، ووضعت الميزاب وهو المحل، وجرى الميزاب وهو الماء. وكذلك القرية، قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. وقوله: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا: إنا كنا ظالمين. وقال في آية أخرى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. فجعل القرى هم السكان. وقال: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم وهم السكان. وكذلك قوله تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. قال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. فهذا المكان للسكان، لكن لا بد أن يلحظ أنه كان مسكونا، فلا يسمى قرية إلا إذا كان قد عمر للسكنى، مأخوذ من القري وهو الجمع. ومنه قولهم: قريت الماء في الحوض إذا جمعته فيه. ونظير ذلك: الإنسان يتناول الجسد والروح، ثم الأحكام تتناول هذا تارة وهذا تارة لتلازمهما. فكذلك القرية إذا عذب أهلها خربت، وإذا خربت كان عذابا لأهلها. فما يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر كما ينال البدن والروح. وما يصيب أحدهما، فقوله واسأل القرية مثل قوله قرية كانت آمنة مطمئنة. فاللفظ هنا يراد به السكان من غير إضمار ولا حذف، فهذا بتقدير أن يكون في اللغة مجاز فلا مجاز في القرآن. بل وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث لم ينطق به السلف، والخلف فيه على قولين، وليس النزاع فيه لفظية، بل يقال نفس هذا التقسيم باطل، لا يتميز هذا عن هذا. ولهذا كان كل ما يذكرونه من الفروق تبين أنها فروق باطلة، وكلما ذكر بعضهم فرقا أبطله الثاني. وقولهم: اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة، وإن لم يدل إلا معها فهو مجاز، قد تبين بطلانه، وأنه ليس في الألفاظ الدالة ما يدل مجردا عن جميع القرائن، ولا فيها ما يحتاج إلى جميع القرائن. وأشهر أمثلة المجاز لفظ الأسد والحمار والبحر
ونحو ذلك مما يقولون إنه استعير للشجاع والبليد والجواد، وهذه لا تستعمل إلا مؤلفة مركبة مقيدة بقيود لفظية كما تستعمل الحقيقة، كقول أبي بكر الصديق عن أبي قتادة لما طلب غيره سلب القتيل: لا الله إذن يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقوله يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله وصف له بالقوة للجهاد في سبيله، وقد عينه تعيينا أزال اللبس. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالدا سيف من سيوف الله سله الله على المشركين، وأمثال ذلك. فإن قيل القرائن اللفظية موضوعة ودلالتها على المعنى حقيقة، لكن القرائن الحالية مجاز. قيل اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيدا بقيود لفظية موضوعة، والحال حال المتكلم والمستمع لا بد من اعتباره في جميع الأحكام، فإنه إذا عرف المتكلم فهم من معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف، لأنه بذلك تعرف عادته في خطابه. واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم، وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خطابه. ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختيارية، فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى، فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته. ولهذا كل من له عناية بألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ومراده عرف عادته في خطابه، وتبين له من مراده ما لا يتبين لغيره. ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن يذكر نظائر هذا اللفظ، فإذا عنا بها الله ورسوله فيعرف. ولهذا إذا ذكر اللفظ من القرآن والحديث فلا بد أن يذكر نظائر هذا اللفظ، ماذا عنا بها الله ورسوله، فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي يخاطب بها، وهي العادة المعروفة من كلامه. ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره وكانت النظائر كثيرة، عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة لا يختص بها هو صلى الله عليه وسلم، بل هي لغة قومه، ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه، كما يفعله كثير من الناس وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه، إلى أن قال الشيخ رحمه الله: ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه. فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك، ويجعلون هذه الدلالة حقيقة وهذه مجازا، كما أخطأ المرجئة في اسم الإيمان، جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد التصديق وتناوله للأعمال مجاز. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.